الإنسان إذا عانى من بيئة ضغوطات ونفسية ومشاكل، يدخل من هذه مشكلة، يتكلم مع هذا مشكلة، يطلع البيت مشكلة، وضع طبيعي أن يتولد النار به، حتى يؤدي لتصرفات غير مسؤولة، فيندفع اندفاعا أهوجا نحو المصائب، فيولد الانتقام لديه من الواقع المحيط به، فيبحث عن ضحية، يبحث عن ضحية. لهذا يجب نحن أن نتعامل مع الناس أنه مر بفترة عصيبة، لا تدري ما الضغط الذي كان فوق رأسي حتى انفجر في وجهي. فنحن يا سادة لا نريد أن نحكم على الناس بتصرفاتهم ولا نسأل عما دفعهم. بعض الآلام يا سادة لا تترجم، بعض الآلام لا تستطيع أن تعبر عنها ولا أن تترجمها بأي لغة. لو جلست 1000 عام حتى تترجم ما معنى الضيق الذي تشعر به لا تستطيع، لو جلست 1000 عام حتى تترجم معنى الألم ما تستطيع. اعلموا أن كل تصرف من الناس هو عبارة عن ترجمة لواقعهم، كل ردة فعل هو عبارة عن حصيلة الضغوط التي مروا بيومهم، كل كلمة تخرج منهم جرحتك اعلم أن 1000 خنجر من ورائهم جرحهم، كل إهمال تجده ممن تحب اعلم أنه وضع على هامش الحياة ممن يحب، كل تصرف تشعر أن الذي أمامك لا يبالي بك اعلم أنه يشعر أن العالم بأسره لا يبالي به، كل إنسان تجده أحيانا ربما يمسك المال أو الدرهم بأسنانه اعلم ربما ذاق الحرمان، مر عليه أيام ينام جائعا عطشانا وجاره لم يشعر به. فلهذا لابد من ترجمة الأفعال وتغيير البيئة المحيطة. جميل منك أن تختار أحيانا من ذاك الرجل الذي له القدرة العجيبة على نقلك من تفكير لتفكير، من زاوية لزاوية، ومن بيئة لبيئة، حتى تشعر بالنعمة التي أنت بها. لهذا أنا أنصح الشباب دائما وأقول لهم تغيير البيئة مهم، فنحن نحتاج أحيانا لنغير البيئة التي تحيط بنا. ترى مشكلة نكد 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 نكد، وبعدين أنت مصنع نكد، مشاكل مشاكل، بعدين جلطة. فلهذا تغيير البيئة جزء من الراحة النفسية، جزء من الراحة النفسية. فلهذا إذا ضاقت عليك الدنيا ومررت بيوم عجيب صعب مرهق، دلل نفسك. ربما تقول كيف أدلل نفسك؟ نفسي، دلال النفس يأتي بأبسط الإمكانيات، والله العظيم دلال النفس. أحيانا أمشي دلال نفس، تدري أحيانا كيف أدلع نفسي؟ تشرب قهوة، تروح كافي 10 دراهم تشرب قهوة، يوم أدلل نفسي، حق نفسي عليها، إن لبدنك عليك حق. إذا كان بدن عليه حق، كيف عقلي؟ كيف مزاجي؟ مزاجي له عليه حق ترى. فلا تعيش في محيط البؤساء لأنك ستصبح منهم. من يحيا يا سادة في بيئة البؤساء المتشائمين التعساء سيصبح جزءا لا يتجزأ عنهم، ومن يحيا في بيئة السعداء سيسعد. هناك أناس يعلمونك آلية صنع السعادة، كيف تسعد، وهناك أناس يزرعون بك التعاسة. لهذا اختار، ولو لم تجد ربما تقول ما في، اصنع لنفسك أنت من يصنع آلية السعادة. إذا أنت مصنع السعادة لا يضرك انكساف ولا انخساف الشمس والقمر.